كابتن معين الشعباني في صدى البلد. بالتأكيد استاد الرعب، يعني هناك ما زال فرصة. استاد الرعب، الرعب الرعب، وهذا يعني أنا عايز، وهذا مخلينا 25 دقيقة برا الملعب. شنو يعني كان ايه النهارده سلبياتك؟ شايفك غير راضي، حاجة غير الكورة. شوف أنا قلتها ونعاودها ومانيش نقلق منها. 2012 الأهلي المصري فاز باللقب في مصر وباركنا له، واليوم الموالي استدعاه الرئيس ووسم النادي الأهلي وروح مشى النادي الأهلي وباركنا له. اليوم 25 دقيقة برا الملعب، 25 دقيقة البرا قاعدين، لأنه الأمن فرض اللي يزم يطلع ويفتش اللاعبين، رفضنا فتش اللاعبين، فتش حقائب، مش معقول. هذا نهائي العالم الكل يتفرج فيك، وقت اللي يبدا من اللاعبين معينين يلزم ياخذوا صفرة في 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 لقطات اللي هي اصلا مش مخالف، وقتها تولي تشك شوي. على كل كمان اللي حضرتك غير راضي عن الاداء التحكيمي رغم وجود خصيه الفار. الحقيقة نتعجب وقت اللي الحكام يقضيوا أسبوع كامل في مصر ويتدربوا على الفار وما نكونوش مقتنعين معناها بالقرارات اللي خذوها من ناحية الفار، هذا يدعو شوية مجال للشك. ولكن أنا أقول لك على مستوى المباراة الهدف اللي سجلناه إن شاء الله يكون عنده وزن في تونس. طيب، والشكاوي من التنظيم اتأثرت بالنتيجة، لكن اللي استوقفنا الحقيقة بناحية مهنية دقيقة شوية انه إذاعة البي بي سي لما يكون تلفزيون البي بي سي معني بكل الضوابط المهنية اللي بتتمتع بها هذه الهيئة الدولية الكبيرة انه ترصد انطباعات الجمهور الضيف عند بوابة الدخول قبل المباراة بلحظات. ومراسل للبي بي سي محمد قعود يسأل الجماهير التونسية عن رأيهم طبعا قبل المباراة وعلى بوابة الاستاد. أعتقد ده كلام يبقى مهم جدا بشكل واضح ودقيق قبل ما الناس تدخل ويعكس الحقيقة ويظهر الحقيقة المجردة. نشوفها هنا من استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في مصر، حيث نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي. المباراة تنطلق بعد قليل بحضور جماهيري كبير يزيد عن 50,000 متفرج، ومعنا هنا مجموعة من جمهور الفريق الضيف فريق الترجي التونسي، حضروا خصيصا من تونس لمشاهدة هذا اللقاء. بداية، ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة اليوم؟ حول الليها مئوية فيها شامبيونز ليج، واحد شيء الزينة هنا وجونا به، وترجي دولة وعنا رجال نعملوا عليهم. أصغر مكشخ حول الليها، وولدي إن شاء الله مبروك على الجمعية. أنت حريصت على الحضور مع هذا الطفل حديث السن، يبدو أنه حريص على مشاهدة المباراة أيضا ومتابعة الترجي مثل والده. كيف ترى اللقاء وكيف تتوقع أن تكون النتيجة هذا اليوم؟ حول الله اللي بشعتينا ربي مرحبا، واحد شيء باهين بيزيد ان شاء الله هو ياسر، وبالنسبه لولدي راه رضعه في الحليب ان شاء الله. احنا في الحليب ان شاء الله. وش نعم توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم؟ احنا هنا متفائلين برشا 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 برشا، معناها بتونسي فرحانين وان شاء الله باش نربحوا هنا وان شاء الله باش نكمل. شكرا. كيف ترى التعامل هنا في استاد برج العرب وتنظيم الدخول؟ في الحقيقه معنا عاملونا معامله كويسه، معامله ممتازه، كسواء من الجمهور كسواء من الحاكم ولا من الشرطه ولا من، معامله كويسه معامله باهيه، وان شاء الله ديما هكا بين الترجي والاهلي وبين حتى بين الترجي والاهلي ماذا بينا في كامل العرب هكا نتصرف مع بعضنا، معامله كويسه وشكرا لكل المصريين. شكرا جزيلا. توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم بين الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله هو دربي بين الترجي والاهلي ما بيوش توقعات، لازم تشوف المباراه تتعرش عليها. احنا ماذا بينا نعملوا واحد واحد ولا واحد شيء. الاهلي فريق كبير والاهلي فريق كويس، وترجي زاد حاجته بالكاس الافريقيه عشان المئويه. انا حاب نشكر مصر وحاب نشكر الامن على التنظيم، ونحن في مصر بلدنا الثاني كاننا في تونس مرتاحين، وربي يخليكم ولنا بخير ان شاء الله. السنه دي يعني المئويه نتاع الترجي، يعني اللقب عند الترجي ان شاء الله باذن الله في 101 حنديكم اللقب. شكرا 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 شكرا. 100 عند الترجي. توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم؟ اليوم اتوقع التعادل هيهيمن على المباراه.
الفريق زوز بهين. هل تعتقد ان الاهلي سيحسم المباراه في استاد رادس كما حدث في نهايه 2013؟ حنكسر القاعده المرابيع. المئوي الترجي ما بنلعبش، ما فيش حساب. شكرا شكرا. من هنا من امام استاد برج العرب استمعنا الى اراء مجموعه من مشجعي الترجي وهم حضروا خصيصا لمؤازره الفريق في مباراه الذهاب. هناك حوالي 3000 مشجع تونسي حضروا، هناك تسهيل في اجراءات الدخول، هناك اشاده بطريقه التعامل والتنظيم على ان ترد هذه المعامله بالمثل في لقاء الاياب الذي سيقام يوم الجمعه المقبل على استاد رادس في تونس العاصمه. هذه هي الحقيقة يا جماعة. قبل المباراة كل بيقول احنا في بلدنا التاني، احنا بنتعامل احسن معاملة سواء من الناس او من الشرطة، نقطة مهمة جدا جدا. احنا حاسين ان احنا مش في غربة، واشادوا بكل ما لقوه من ترحاب، وقالوا ان الاهلي هيجد نفس المعاملة دي قبل المباراة. ممكن ظروف المباراة، نتيجة المباراة تخليك تقول كلام تاني، لكن هي اللي بيعكس الحقيقة اللحظات اللي لسه ما فيش مشاعر، ما فيش نتائج مؤثرة عليها. ده اللي كان قبل المباراة واللي كان على بوابة الاستاد في برج العرب. طب المباراة خلصت والنتيجة اتعرفت، هنشوف تقرير مهم جدا، لكن قبل ما نشوفه